يتعلمون أمور دينهم. وكان المسجد عبارة عن جامعة يدرس فيها يتعلم فيها المسلمون أمور دينهم. ومن المسجد تلقى الصحابة هذا الدين الإسلامي الحنيف ونشر الإسلام في العالم الإسلامي. فالمسجد له دور حضاري لا يخفى على أحد، والمسجد في الحضارة الإسلامية قام بهذا الدور الطبائعي. وتعرفون أن المسجد في الحضارة الإسلامية كان يبنى في وسط المدينة ويتخذون للمسجد مكانا متميزا. فما تلاحظون أن المساجد في العالم الإسلامي تبنى في مكان يكون هو محور الساكنة، والمسجد يضم مختلف المنافذ. ففي بعض المساجد العتيقة تلاحظون أن المسجد يبنى في مركز المدينة وتحيط به ما يحتاجه المسلم في حياته. والمسجد كانت تعلم فيه أمور الدين. المسجد أيها الإخوة الكرام من علامات المؤمن ومن كمال إيمان المؤمن أنه يحرص كل الحرص على عمارة المسجد والإسهام في صيانته والمحافظة عليه. لذلك قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالمسجد هو علامة على إيمان المؤمن، علامة على كمال إيمان المؤمن. والمسلم الذي يتردد على المسجد هذا لا شك أنه مؤمن وقد بلغ درجة عالية في الإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أي يتردد على المسجد ويحافظ على التردد على المسجد. وفي الحديث الذي قال فيه رسول الله: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالمسلم يرتبط بالمسجد ارتباطا وثيقا، والمسلم مرتبط بالمسجد منذ طفولته إلى شبابه إلى وفاته. فالمسجد له علاقة روحية بحياة المسلم. والمسجد أيها الإخوة الكرام هو الذي انطلقت منه الحضارة الإسلامية وهو جوهر الحضارة الإسلامية. وتشاهدون أن بعض المساجد التي شيدها المسلمون في العالم كيف إن هذه المساجد أصبحت تحفة حقيقة تشد الأنظار وتجذب العقول وغاية في الإبداع وغاية في الابتكار. المسجد أيها الإخوة الكرام يحافظ، يجعل المسلم يحافظ على دينه. المسجد هو الذي يوفر للمسلم المناعة ويجعله يتعلم أمور دينه ويحافظ على أمور دينه. لذلك قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. إذن الشرط الأول في إعمار المسجد أن يكون الإنسان مؤمنا، أن يكون كامل الإيمان. وإعمار المسجد أيها الإخوة الكرام له طرق كثيرة: إعمار معنوي وإعمار مادي. فالإعمار المادي هو أن تساهم في المسجد، أن تساهم بمالك بعملك بجهدك، هذا داخل في إعمار المسجد. وهناك إعمار معنوي وهو أن تتردد على المسجد وأن تصلي في المسجد وأن تحافظ على دينك في المسجد. كما أن المسجد يعلم الإنسان كيف يحافظ على الدين، والدين عنصر أساسي في حياة المسلم. الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون دين، الدين هو الذي يحقق للإنسان سعادته في الدنيا والآخرة، الدين هو الذي يجعل الإنسان يشعر بقيمة الحياة، الدين هو الذي يعطي للحياة معنى، يفسر يجيب عن أسئلة الوجود الكبرى التي تواجه المسلمين. فالإنسان عندما يحافظ على دينه فإنه يحافظ على إنسانيته، فإنه يعيش مطمئنا. الدين هو الذي يحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة. ولا يمكن أن تحافظ على الدين
إلا داخل المسجد. لذلك ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة ذكر الإيمان وذكر الصلاة وذكر الزكاة، ثم ذكر خشية الله، والخشية هي ثمرة هذه الأمور كلها. فالإنسان عندما يأتي إلى المسجد فإنه يحافظ على الصلاة، والصلاة هي عمود الدين، هي ركن الأساس. الذي يحافظ على صلاته لا شك أنه سيحافظ على أمور الدين كلها. لذلك كان سيدنا عمر رضي الله عنه يوصي ولاته أن يحافظوا على الصلاة، وكتب إليهم قائلا إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها كان لما سواها أحفظ، ومن ضيعها كما كان لما سواها أضيع. فلذلك المسجد هو الذي يحقق هذا المقصد العظيم. وأنت عندما تتردد على المسجد لا شك أنك تحافظ على صلاتك وتكون دائما في اتصال بالله سبحانه وتعالى. كما أن المسجد يجعل الإنسان يخاف الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى هنا حقيقة أن الإنسان الذي يحافظ على هذه الأمور كلها لا شك أنه ستناله الخشية، خشية الله عز وجل، ويكون من المهتدين، والهداية هي من الله عز وجل. فالله تعالى هو الذي يهدي الناس إلى هذا الدين القويم. المسجد كذلك يعلمنا كيف نعيش مع غيرنا، كيف نتعايش مع غيرنا، والإسلام والمسلمون تعاملوا مع غيرهم وتشبعوا بهذه الثقافة داخل المسجد. فالمسجد يعلمك كيف تتعامل مع غير المسلمين، وأن القرآن الكريم تحدث عن هؤلاء وضمن لهم حقوقا، هذا كله يتعلم في المسجد. المسجد كذلك أيها الإخوة الكرام يعلم الإنسان الدين، التدين الرشيد، التدين الاعتدالي، التدين الوسطي. المسجد لا يمكن أن يكون أبدا مصدرا لا يخرج، المسجد لا يساهم في التطرف في الغلو أبدا. المسجد كان وما زال هو الذي يعلم الناس ثقافة التسامح وثقافة التعايش التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها القرآن الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، وتحدث على أمور كثيرة. على كل حال، إذن المسجد هو الذي يحقق كذلك الأخوة بين المؤمنين. فالمسجد يتردد عليه الناس من جنسيات مختلفة، لكن هؤلاء يجمعهم أصل واحد وهو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة الجامعة التي تجمع الأمة كلها، تجمع المسلمين كلهم بغض النظر عن جنسيتهم وعن بلدهم وعن لونهم. فيوحد المسجد أيها الإخوة الكرام، يوحد الأمة الإسلامية ويجعل المسلمين متضامنين فيما بينهم. فعندما يتردد الإنسان على المسجد تصبح هناك علاقة أخوية بين المسلمين. فداخل المسجد تنشأ علاقات وتنشأ مصاهرة وتنشأ صداقات، ويتعرف المسلمون بعضهم على بعض. فإذا غاب الإنسان عن المسجد يسألون عن أحواله، إذ المسجد هو الذي يحقق الأخوة في أقصى تجلياتها، المسجد هو الذي يحقق التضامن بين المسلمين في أقصى تجلياته، المسجد هو الذي يحقق الوحدة الإسلامية. والله تعالى يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمسجد هو الذي يحقق الاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت عمارة المساجد علامة من علامات الإيمان، وهي مكرمة خص الله بها من وفق الله تعالى إلى إعمار المسجد والإسلام في المسجد والإسلام في ترقية المسجد والمحافظة عليه، هذه درجة عالية. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقد أضاف الله المسجد إلى نفسه، قال إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله، وأن المساجد لله من بنى لله. إذن المسجد في المنظور الإسلامي هو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى.
وأي إسلام وأي عمل تقوم به فإنما تقدمه لوجه الله عز وجل، والله تعالى هو الذي يجازيك على هذا العمل. إذ المسجد أيها الإخوة الكرام هو الذي يوحد جماعة المؤمنة، والمسجد هو ملك للجماعة، المسجد ملك للمسلمين جميعا، فعلى المسلم أن يحرص على نظافة المسجد وعلى العناية بالمسجد وإعمار المسجد، وأي خلل وقع فالجميع يتحمل مسؤوليته أمام الله، لأن المسجد بيت الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. أيها الإخوة الكرام، كذلك المسجد ونحن نعيش هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، فرمضان يجتمع فيه القرآن الكريم وتتوحد فيه كلمة الأمة، والمسجد هو الذي يحقق هذا المقصد. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ كان يصلي التراويح جماعة ثم توقف عن ذلك خشية أن تفرض على الناس، لكن في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد جمع الناس على قارئ واحد، وكانت هذه سنة حسنة. الذي حقق هذا المقصد العظيم هو المسجد، والحمد لله في هذا الشهر الفضيل يتردد الناس على المسجد ويحافظون على الصلاة داخل المسجد. فلذلك ينبغي أن يكون حالنا بعد رمضان كحالنا أثناء رمضان. لماذا لا يقبل الناس على المساجد؟ ينبغي أن يقبل الناس المسلمون على المساجد في غير رمضان، لا يترك المسجد فارغا، هذا لا يليق بالمسلم طبعا في حدود الإمكان. فالإنسان المسلم مطالب بأن يساهم في إعمار المسجد، والله تعالى حذر من الذين يسعون في خراب المسجد، ومن سعى ومن ظلم من منع مسجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابه، هذا وعيد رباني لمن يسعى في خراب المسجد ويكون سببا ويشكل سببا للمسلمين. لذلك على الإنسان المسلم في هذه البلاد أن ينضبط للقوانين قوانين هذا البلد، وأن لا يكون سببا ويجر للمسجد مشاكل فيكون سببا في إغلاقه أو في غير ذلك من الأشياء التي لا تليق بالمسلم. إذن فعمارة المسجد شيء مهم جدا. كذلك المسجد أيها الإخوة الكرام يتعلم فيه المسلمون أمور دينهم، وأهم من ذلك أن يتعلم أولاد المسلمين أمور دينهم، فيتعلمون اللغة العربية ويحفظون القرآن الكريم ويتعلمون سنة رسول الله. ينبغي أن يقوم المسجد بهذا الدور، هذا الدور الخطير. المسجد ليس هو للعبادة، هذا هو الأصل، الأصل في المسجد أنه للصلاة، ولكن ينبغي أن يقوم بأدوار أخرى وهو تعليم أبناء المسلمين أمور دينهم، لأن الإنسان أبناء المسلمين في هذه البلد بهذا البلد وغيره من البلدان الإسلام يحتاجون إلى أن يتعلموا أمور دينهم، يحتاجون إلى أن يتعلموا اللغة العربية، يتعلمون اللغة العربية لقراءة القرآن الكريم. نحن لا نتعلم اللغة العربية من أجل اللغة العربية، اللغة العربية نتعلمها ويجب علينا أن نتعلمها لأنها هي المفتاح للقرآن الكريم. كيف تقرأ القرآن الكريم؟ كيف تقرأ المصحف وأنت لا تعرف اللغة العربية؟ إذن الذي حرم اللغة العربية هذا سيحرم من قراءة من تلاوة كتاب الله العزيز. لذلك ينبغي أن يقوم هذا المسجد العامر بهذه الأدوار والمأمور إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمع مبارك مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من تفرق سالم من الشر المسرور. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا حرها. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأجعلنا إخوانا على سرور متقابلين. اللهم بارك في هذه الجماعة وبارك في هذا المسجد ووحد كلمتهم ووحدهم يا رب وفق لما فيه الخير والصلاح. اللهم أصلح بلادنا وأصلح زوجاتنا ووحي كلمة المسلمين يا رب في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل هذا العمل
الذي تقدمونه خالص لوجهه الكريم. اللهم اجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.